وسط الأرض على ماء جمد. لا ربما تفتكر احنا بنكتب أي حاجة يعني. كل واحد من خمسة التالت مختصر. ده كنا في ال أصل بص اللي بيحرق بيوت دي جن، تمام؟ الجن لهم وضع معين، عشان تيجي تمشيهم لازم تجيب رئيسهم. طب رئيسهم مين يسيطر عليه؟ لازم يكون واحد أقوى منه. طب الأقوى ده لازم يكون واحد أقوى منه، تمام؟ فاللي بيعمله ده يعتبر تحصيل المكان. الورق اللي انا بكتبه ده فيه حروف معينه من بدايات الصور، يعني الف لام ميم كاف هاء عين صاد، بس ليه كتابه معينه وليها سر معين. انا بكتبه وبتكلم في نفس الوقت. انت بيتك من بيوت اللي اتحرقت؟ انت بتشوف النار انت شخصيا قدامك؟ نفسي. ها؟ ازاي في نفسي ما اشوفهاش؟ كانت بتطلع ازاي الدخان الاول؟ بتطلع ازاي جنب الدخان؟ ايوه. وبعد كده يقفل ازاي يطلع الشتوت؟ ازاي صاحبي كده؟ لو كوبايه ميه تطفي في الاول، لا ما تحطوش يدمر الدنيا. بتطفي بنار بميه قليله ولا شديده؟ لا لو لحقته في الاول اعتبر لو كوبايه ميه تطفيه، لا ما لحقتهوش تاخد ميه كتير يعني يدمر بذاته. كنت قاعد مره المرات كده والنار طلعت قدامك كده؟ كنت قاعد مره واثنين وثلاثه واربعه. عندي كان سباتة، أول ما بدأ بيجي يبدأ في السبايت، بعد كده خد له ثلاث أيام أربع أيام، بعد كده بدأ في أوض النوم. بيجي كل اللي يجي يفتح دلاب نقول له الحقه، وأكثر حاجة تلقاه ماسك في مشمع اللي هو النايلو ده في كياس، لحد ما كان في كيس فوق الأنبوبة راح مولح فيه، كان فيه صميط عيش. ده قدامك؟ قدامي. عشان بيه الريحه بتاعتها كانت الاول نار عاديه، بعد خمس ست ايام بالضبط بقي الدخانه شديده تشنك، دخانه شديده تشنك، بعد كده بقي في الدخانه السوداء، الدخانه السوداء يعني عباره عن مزيوت. دلاب عندك ولا برضه؟ ده دلابين عندي ولعوا، قط اخويا وقط انا. لا من برا في الجرانين ووسط الخلق، يلحق الخلق يروح مولع، نلحقه يتطفى، ما نلحقوش ما يدمع. لا ما يكون ما يتحرق. هل صح انه بياخد الدور الاول والاخير ولا لا؟ هو سيادتك احنا من اول ما يجي احنا نكون قاعدين في الشارع عاملين حسابنا ببراميل وبستلات ميه، ان الشارع ما يخشش عندنا عربيات مطافي. طبعا من اول ما يجي يبدا والليع نروح لاحقينه ببستله ميه يطفي، لا ما لحقناه شيء يغفلنا من الداخل في البيوت، من الداخل نلحق الا الدخانه طالعه من الشبابيك، نطلع نجري نلقى دخانه كاتمه قوي علينا. بيت اتحرق يجي اربع مرات. في حد عندك مثلا عندك بنات مثلا؟ عندي اولاد. في حد منهم يعني بيشعر حاجه غريبه تعبان بتاع بس يعني؟ لا اخر مره ولعت عندك؟ لا في الاسبوع الاولاني، الاسبوع الاولاني اللي هو قاعد ولعت عندي، بعد كده بقي في الجيران. ده ياخذ مربع يمكن بتاع حركه 15 20 بيت. تعال اقعد. اسمك كيف؟ خير نجار. حطيت الكرسي؟ لا. طيب مش حافظها؟ طيب قول ورايا كده. الله لا اله الا هو حي القيوم. الله لا اله الا هو حي القيوم. لا تاخذه سنة ولا نوم. لا تاخذه بسنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. لا ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه؟ إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما؟
بما شاء شاء وسع كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم ولا يؤوده العلي العظيم ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم سلام قول من رب الرحيم 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 بيتك قريب من هنا ولا قريب في نفس الشارع نفس الشارع قوم لك ده بخور عشان ايه وتحصن عشان ثلاث ورايات لسه نصارى تاني يا رب النار قالت كل حاجة عندك دلوقتي ها قالت بطاطين وخلق لنا وملابس للعيال ولعنا في الثلاجة وفي التلفزيون لما بقينا نشغل القرآن يروح مولع لك في الفيشة بتاعت التلفزيون يسيحي وفي الآخر تيجي دكتور مثلا في الجامعة ولا حاجة نايم في العسل يقول لك أصل ماسك كهربائي يعني لا يروح لما نزلنا سيادتك حاجاتنا كلنا من تحت عشان تبقى قدام عينينا ان بيوتنا خضراء ناس غلابه احنا على الكد ما بنينش بمسلح ان نزلنا الخلق اللي هنا نلحقه ما بقيناش نلحق حاجه يروح مولع لنا في الخلق في الهدوم في المشمع فلحق كل خلق ببطاطين من عندين في الاخر اللي هم اللي تقال له قدرنا سبناهم راح مولع له فيشه التلفزيون بتاعت الثلاجه والتلفزيون راح حرق الثلاجه يعني سيح لك السلك سيح عشان تقدر تطلعه من الفيشة ما تقدرش خد المدة الثلاث أيام بالأول يعني كان يبدأ لنا في سبايا نطفيه لحد ما كنا إيه هندق ببعض عاملين ما قلناش بعد كده بقي يخش في الدواليب طب الدواليب في بيوت ما عندناش فيها كهرباء حتى ما يخش يعني في بيوت مش فيها كهرباء في بيوت ما فيهاش كهرباء خالص متولع ومتولع طيب يبقى ازاي ماسك كهرباء وصلنا في برضه شيخ على انا غساله فيها ميه والهدوم طلعت مني الله ده بتاعت بنتي وهي ما تغسل والميه فيها ما تغسل راحت فوق الميه بقت النيران فوق الغساله بتاع 50 سنتي الدولاب متاكل من الداخل من الهدوم الدولاب كلها متاكله من الداخل والدولاب برا سليم نصه سليم شيء غريب ما شفناهوش لنا 50 سنه طالما الشيء غريب يبقى لازم نقول هناك عالم السؤال الدارج في حيوانات نفقت في حيوانات ماتت زيادتك احنا ما عندناش لو ما اخذ حيوانات خالص في الشارع خروج جديان في طير كان لونه ايه بعد ما اتحرق لا تلاقي يعني حرق خالص ما عرفنا لهوش لون شيخ سلامه مصطفى بيه انا المواشي كان بتتحرق ابيض وتبقى بيضة يعني اي حاجه بتولع فيها بتبقى ايه سودة لكن الواقع اللي احنا شفناها العجول والجاموس والحمير يتحرق ويبقى ايه ابيض يبقى ده في ماسك كهرباء من انا سيادتك عندي خلق تولع بقى عباره عن فحمي فحمه ما تعرفش تطلع من بعض بطاطين نفس النظام زي كده احنا شفنا عباره عن زي دي البلاستيك ابيض مولع في النار ايه زي دير النار عبارة عن لون أبيض شفنا بعيننا النار لونها أبيض بدأت دخانة بيضة الأول تطلع من المي بالضبط بدأت بدخانة بيضة الأول وبعد كده بدأت بدخانة سودة خالص سودة. عبارة عن مزيوت طب احنا هننتقل نروح البيت دلوقتي عندك فضل وهنعمل حاجة عملي على الطبيعة فضل أو انت اسمك ايه بالكامل خير نجار إبراهيم خير نجار إبراهيم محمد واللي في ودني بس سريع Thank you.
صاحبه راجل اخر زي ما انت عارف. انا بقول رهيني من موضوع النار. أيه؟ وراه عندي عيال. والله راه عندي عيال وما معهاش عيال كبيره كانت هنا. اول ما قامت النار في السرير وهو قاعد قام جاري وقام طالع وساب البيت هو عموما سعادتك. لقيتها ستك مولع في مرتبة. ده ابن اختي حضرتك ودى عيال وداهم قنا وداهم الترامسة في الجبل قدام ستك الجبل. طب هنعمل ايه؟ تعبنا تعبنا مصطفى بيه تعبنا مصطفى ولع لك في البلاستيك اللي زي كده. يعني كان النار ولعت في كل حاجه هنا وما ولعش في الحيطان. اه لا طلع العفش البطاطيب والخلق اللي فيه في اللي لحقناه وفي اللي ما لحقناهوش. رحنا مطلعين الحاجه كلها تحت خلينا تحت على عين على عيننا يعني عشان ما خايفين لا نطلع الاوض. الحريم خايفه لا تطلع الاوض والعيال اطفال خالفين. فطبعا دخان نلحق وبرضه جبنا هنا ضابط المباحث شاب عينيه وجبنا المحافظ برضه هنا شاب عينيه برضه فالطبيعه شافوها ولحقونا بنطف فيه هنا. والحاجه الزينه اللي لحقناها خلصناها لتحت والحاجه اللي تلفت وديناها الجبل زين. في حاجه هنا قاعده فيها اه اوضه نوم كانت بتحت اخويا متجوز فيها ها متجوز فيها اوضه نوم بتحت اخويا كلها اتحرقت؟ لا نصها اتحرق بس خلقوا اغلبيته اتحرق وخلق مرض نص الشيء يفسده يعني ممكن ما يولعش الحاجه كلها بس يحرق نص الحاجه ويسيب النص الثاني كده عشان الواحد يتحسر عليه مثلا. لو لحقناه يطفي ما لحقناهوش يدمر معانا. فزيارتك في شقه ورا مني ما طلعناش منها شريط بالميه ولا لو بستلك ميه تكفيه لا ما لحقتهوش ميه كثيره. زيارتك تطلع علينا بدخانه سواء وبعد كده في نقله رمله معبينها بيدينا على النار لقينا فيها عقارب اكثر من عقرب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه عقارب مع الناس عايزه تنجد بقيت بيديها نقله رمله كامله فوق البيت بقينا نكشحي العقارب لقيناها اكثر من 10 15 عقرب. جن جن احنا نعمل يعني حاجه عمليه تحت البيت ده والبيت الثاني ورا المكتوب ده شباب هنحطه في الاربع تركان وهيتحبس في الاربع تركان دي الجن ونشوف الجن يعمل ايه يا اما تلاقيه يولع في الميه يولع في الحيطه. والله يعني انا هنا بعاي بنتي ما تغسل في الغساله راحت النار فوق الميه بتاع 50 سم. الورق ده جابوه لنا شيوخ كتير جبنا احنا قالوا كل بيت تحطوا فيه ورقه زي كده برضها مولعه. الميه النار ولعت في الميه يعني وهي واخد بالك حتى لو في ماس كهربائي ايه اللي بيطفي النار؟ الميه. لكن لما الميه نفسها تولع ايه اللي يطفيها؟ بس عشان ظاهره غريبه لازم تصار. في الزنجور اللي هناك ده منديل من المناديل ماشي واحده هنا الصوت لو سمحت وانا مش عايز اتكلم حد يتكلم يا اخوانا بس تعالى احط واحده هناك كده يا جماعه عشان احنا بس نشتغل تعال احط واحد لا واحده في جيبك اه واحده في جيبك هات احطها هنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ولا من الله سبحانه وتعالى ابن عالم بين يديه ولا يؤوده ظلمه ولا العلي العظيم قسمت عليكم بالله العلي العظيم حقا قسمت عليكم بالله العلي العظيم.
اقسمت عليك ايها الجامد في هذا المكان بحكم من رفع السماء بالعمد وسط الارض على ما انجمد وخضعت الجبابره قوته وسلطانه وزعانه ملائكه الكروب العظمه انه مسلمين وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين مسلمين خاضعين طائعين لله رب العالمين الا تعلوا علي واتوني مسلمين خاضعين طائعين لله رب العالمين بذل العزه والجبروت والعظمه والكبرياء والملكوت بكل كتاب انزل بسم الله الرحمن الرحيم سنزل سلطه الزلزال الاخر سلطه الارض اسكنها كل انسان ولا مسلم صبر بان ربكم على مسلم سلطه الزلزال باسمك الأعظم باسمك الواحد الأعز باسمك العظيم الوتر واسمك الكبير المتعال الذي ثبتت به أركانك كلها أنت ظن بجسد مشي معكم قسمة ربيضة ومن أكرك ولا تتموت أي خاضر خد شوط مية من دول كده كده حطهم في ربنا هناك على التحسين اللي هناك عامل لا حط يا ابن عمي حط تاني الله لا اله الا هو بس كان بتولع في الغسيل هنا ده؟ لا ولع في المية بتاعت الغسالة في نفس المية اللي بتاعت بس في الغسالة في الغسالة نفسها وهي ما تغسل راحت مولعة فيه بعد كده خفنا ما رضيناش ندور غساسين زي سيادتك ما شايف ما نغسل في الطشور هات التاني حطه منه في الطشور سريع 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 بحق من قال الشيء يكون فيكون وبحق الذي جرى امره بين الكاف والنون هات التنتين هناك بسرعه كل كون احد بحق من قال السماوات والارض اتيا طوعا وكرها قالت اتينا طائعين خاضعين لله رب العالمين بحق من رفع السماء بالعمد وبسط الارض على ما انجمد وخضعت الجبابره قوته وسلطانه وزعانه ملائكه الكروب العظمات بحق من قال السماوات والارض اتيا طوعا وكرها قالت اتينا طائعين خاضعين لله رب العالمين تعال شم الميه شم الدكان انت كده زي ما كان يقول يبدا في الاول زي الدكان الاول بعد كده راح بعد بيه بدخان اسود من كده كان يبدأ بالأول بجمع الدخان زي ما بدأ من هنا ويروح فارش يفرش زي إيه صحن نار لو كوباية ما يطفيه بعد كده ما لحقتوش يزيد نفس الدخان اللي كان يبدأ فيها في الأول بس بعد 15 يوم 16 يوم بيجي يدينا دخان أسود وشنك تاجي تخش على النار تلاقيها مشنكة وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده ظهرهما ولا العلي العظيم بحق من قال الشيء يكون فيكون وبحق السر الذي من يقول سمع رمي وفرد سمع رمي وزيد سمع العظيم بحق من قال السماوات والأرض أتي أطوى نقرأ قالت أين طيب الله رب العالمين الله أكبر نفس النظام كان يقوم على طول بنفس اللفظ كده شوية ما تروح تطفيه لا ما لحقتوش يروح مولعه وزايد اكتر من اللزوم فسيادتك دمرنا وبقينا نشهد ولا يغضب ولا ينصب يلا خالص فوق بهدلت الدنيا عندي العيال خافوا وراحوا عند عمهم وسابوني أنا بقضي الليل خايف لنام بقعد على حيلي خايف لحاجة تولع تشبك في روحانيا يعني المفروض أنا ما احرقش من أول مرة الجن لازم أديله فرصتين والتالتة ولع فيه تبقى للعهود
الموجودة بيننا. تمام. فلما حرقنا دلوقتي مجموعة يعني بالعلم يعني حد قال لي خلاص احنا ادينا فرصة وما تكملش، واحنا ادينا فرصة مثلا 5 أيام لو حصل منا حاجة تاني يبقى تعالى حرقنا كلنا، عشان القتل بتبقى أشد شيء في الوضع بالحضرتك. فخلاص العلم حتم عليا اللي انا استنى 5 أيام زي ما حصل كده في الشخصين، لكن احنا كده حرقنا مجموعة. لا خلاص الموضوع هينتهي تماما بالمرة. دلوقتي المشكلة مش في النار، خلاص الموضوع هينتهي. المشكلة اللي انا عايز الدولة تدعم الناس اللي بيوتها اتخربت. ايوه. والكلام ده انا هتكلم فيه ان شاء الله رئيس الوزراء. ماشي ماشي. وقلت للاخ مصطفى بكر هذا الموضوع، فالاهم من اللي هو انهاء الموضوع، الموضوع اعتبره منتهي تماما. وانا حتى اسبوع تاني هاجي اعمل تحصيل البلد بالكامل. ماشي. اسبوع بالظبط. وفي خلال الاسبوع ده لازم نجيب تبرعات للناس دي. ماشي. كل واحد تضرر. بس زي ما عملنا كده في الشيخ سلام. كده بس ده ما يستاهلش. ده ما يريد ده هيقع ده كده هيقع ده وقع كده من المية من النار هيقع. والله احنا نايمين في الشارع انا يعني ده بيت وبيت اخوي. اسبوع بالظبط ان شاء الله هاجي ازوركم وهشوف انا المسؤولين هجيب منهم دعم زي ما عملنا في قرية الشيخ سلام ان شاء الله خير. اطفال صغيرة خلاص وديناهم. بص الثلاث بيوت اللي جنب هنا بعض، بص هتاخد شويه ميه كده في الاربع تركان. الاربع تركان الثلاث بيوت اللي الاربع تركان ده وده كده الزوج الزوج زوج البيت يعني انا اعملهم انا عشان ولع جوه الدولاب وقالت دوم العيال ما خلاش في حاجه. يا مصطفى بيه ماسك كهرباء يعني اصل ايه كلام يا مصطفى بيه كلام بتوع ال انت شفت الدولاب يا ام اختي شفت الدولاب في البيت الاولاني هم يتكلموا الكلام ده والثلاجه ولا لا الثلاجه ما فيهاش حاجه الثلاجه غساله 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 يا لا الهدوم جوه منها تحت المخزن والميه ما فيهاش ميه ناشفه الهدوم وسخه راحت مولع جواها الواحده برضه 3 مرات وما كانتش شغاله ولا حاجه مركونه في البلكونه ست والكهرباء قطعت. الرابع اللي فوق الشقة اللي فوق برضو كلتها خالص من بعد 15 يوم كلت دي 15 يوم كلت اللي فوق كملت ال 15 يوم الثلاث اللي زي بكرة دي برضو يبقى ليها 30 يوم بعد ما كلت دي يعني النار بتطلع من هنا طلعت البت قاعدة هي موجودة اللي متجوزة دي في الجزيرة ده كبيرة معها عيلين كده عشان اشوفها يا فاطمة يا فاطمة بس بس ايوه دي عندك انت ماشي لا ما هو انت عندك في البص دي هتحرقها في بيتك دي وده هتحطها في بيتك بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اللي احنا شفناه في قريه الترسمه من حاجات خارقه ونار تولع في الميه ونار تطلع من باط الارض ونار تولع جوه الدولاب والدولاب بره سليم ده شيء خارق ويا ريت العلماء كانوا يجي وزياره ويشوفوا ويقعدوا مع المطمئن يعيشوا معاناتهم
لكن للاسف بعض الدكاتره قال لك ماس كهرباء، ماس كهرباء منين اساسا هيجي ومفيش كهرباء اصلا في البلد. فهذا التفسير بالنسبه لي انا واللي شفتوه ده جن، جن بيولع كده. وترجع اسبابه طبعا لاسباب كتير جدا، ممكن يكون حد ضرب قطه، ضرب كلب، حد اذى جن، لان الجن احنا مش عايشين لوحدينا على وجه الدنيا، عايش معانا عالم الجن. فدي جن بنسبه 100%، ودليل كلامي للنار بعد 5 أيام هتنطفي تماما ومش هتعود الى القريه مره اخرى. ده بالنسبه لتحليل لهذه الواقع يعني. وانا برجو من الاعلام وبرجو من الحكومه وكاله المهندس ابراهيم محلب ال20 بيت دول ولا 30 بيت اللي اتدمروا تماما، الحكومه تنظر اليهم بعين العطف والرحمه. وبقول البلد دي اتنكبت في هذه الحاله اللي هي مش غريبه بالنسبه لي انا، لكن غريبه بالنسبه للمسؤولين اللي هم يقعدوا طول عمرهم ينكروا الحقائق من اجل اللي هم مش عايزين يطلعوا يقولوا المتهم في هذا الموضوع عالم خاف اللي هو عالم الجن. يعني مش معقول هنكذب بلد فيها الاف مؤلفه ونكذب حاجات خارقه ونكذب نار تطلع من الارض ونار توصل للسقف ونكذب نار تولع جوه الدولاب من بره سليم. مش معقول هنكذب كل ده عشان دكتور ولا دكتورين ولا مسؤول قال لك ده ماس كهربائي. لازم عشان نحل المشكله لازم نعترف بالواقع، ايه المشكله؟ جن؟ لازم نقول جن، مش جن يبقى لازم نقول جن عشان تحل مشكله لازم تعترف بيها. انا يمكن كان قبلها البعض قاعد يقول والله دي اسباب علميه واللي بيقول ماس كهربائي واللي بيقول، اللي انا شفته النهارده واقع حقيقيه امامي، واقع حقيقيه بروايات الناس بشهادات الناس انه اللي حصل شيء غير طبيعي، وانا مصدق روايه الجن. وشفت قدامي تجربة عملية للأستاذ علاء حسنين، وشفت قدامي إزاي بيحط أوراق ومناديل قدامي في الطشت في المية وبيحرق الجن. ده اللي أنا شفت النار قدامي، محدش قال لي عليها، يمكن لو حد قال لي ما كنتش أصدق، بس أنا شفت ده قدامي. الأخطر من ده إن أنا شايف مأساة في البلد دي، الترامسة دي مأساة، بتعيش مأساة. مياه الشرب مختلطة بمياه الصرف الصحي، 25% على الأقل فشل كلوي، مدرسة قايلة للسقوط، شوارع ما فيش شارع مرصوف، بشر كأنهم عايشين ما قبل التاريخ. أنا بسأل الحكومة، الناس دي أنتم مغمضين عنها ليه؟ الناس دي التعبانة الشجيانة اللي مش لاقي الله ده سايبينهم ليه؟ لما يبقى الظروف الاجتماعية صعبة وتيجي المية كمان ملوثة، وإحنا في القرن الواحد والعشرين الناس مش لاقي كوباية مية، ويختلط الصرف الصحي بمياه الشرب، مع ان المشكله بسيطه وسهله حلها، الحقيقه ده يخلينا نتساءل ايه اللي بيحصل في البلد.